النجمة نيلي هي ملكة الاستعراض، لها مشوار لا ينسى في عالم الاستعراض. قدمت الجميلة نيلي الفوازير بشكل متصل منذ عام 1975 وحتى 1981، ونجحت النجمة ذات خفة الظل والروح الطفولية من تحقيق النجاح الكبير، وكانت ملكة الفوازير. وولدت نيلي لأسرة ذات أصول أرمينية سورية، وهي الشقيقة الصغرى للطفلة المعجزة فيروز، وكانت بدايتها مع مخرج الفوازير الشهير فهمي عبد الحميد، وكان هذا في عام 1975 بفوازير سورة وفزورة. ثم قدمت سورة وفزورتين، وفي بداية الثمانينيات قدمت فوازير عروستي، ثم الفوازير الشهيرة الخاطبة. وفي عام 1990 قدمت نيلي فوازير عالم ورق، وفي عام قدمت عجايب صندوق الدنيا، ثم فوازير أم العريف، وفي عام 1995 قدمت نيلي فوازير الدنيا اللعبة، وفي عام 1996 كانت شاهدة على آخر أعمالها فوازير نيلي وهي زي النهاردة. وبعيداً عن الفوازير والاستعراض، نجحت نيلي في السينما والتلفزيون منذ الستينيات، وبدأت نيلي مشوارها الفني عندما كانت طفلة صغيرة في أفلام عديدة، وكانت مشروع نجمة شاملة. وبالفعل نجحت نجاحاً مذهلاً بموهبتها التمثيلية وأدائها المميز للغناء والرقص. وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما، واعتمدت في أغلب أعمالها على الاستعراض والتمثيل، وقامت بأول بطولة مطلقة لها في السينما عام 1966 في فيلم المراهقة الصغيرة. ولكن بقيت الفوازير أهم المحطات التي ميزت مشوارها الفني، فما زالت رغم سنوات علامة محفورة في أذهان الملايين. وكانت نيلي تتحدث قبل أعوام عن الفوازير فقالت: كانت تستغرق الكثير من الوقت، كنت أعمل لطوال العام، الفوازير دي حياتي ومنحتني أحلى ما في العمر. وكانت نيلي تهوى الفوازير رغم تعرضها للمخاطر خلال التصوير، فخلال فوازير عجايب صندوق الدنيا تعرضت نيلي لموقف غريب، فاحترق شعرها أثناء تأديتها أحد المشاهد أمام الفنان صبري عبد المنعم، والذي أسرع بإنقاذها وأطفأ النيران التي أمسكت بخصلات شعرها.